أهلا بكم أعزائي الطلبة في درس من دروس فضائية العراق التربوية، ودرسنا لهذا اليوم مادة الأحياء للصف الثالث المتوسط، وهو الفصل العاشر، وهو الإفراز، والذي يتضمن إفراز مواد في جسم الكائن الحي وخصوصا جسم الإنسان، يعمل على تنظيم الفعاليات الحيوية. نستطلع أعزائنا الطلبة ما المقصود بالإفراز، وأيضا نأخذ عملية الإخراج تعريف بسيط. أعزائي الطلبة، نعرف الإخراج وهي عملية طرح مواد ضارة ناتجة عن الفعاليات الحيوية إلى خارج الجسم، مثل ثنائي أكسيد الكربون والعرق والبول والغائط. أما عملية الإفراز، تكوين مواد معينة مفيدة جدا للجسم ومعقدة التركيب في غدد خاصة داخل الجسم تقوم بتنظيم فعاليات الجسم المختلفة. وأيضا أعزائي الطلبة، هناك مقارنة ما بين الإخراج والإفراز، وتتضمن هذه المقارنة تعريف الإفراز والإخراج، وما هي المواد التي تفرز: غائط وبول وعرق وغاز ثنائي أكسيد الكربون وهرمونات وإنزيمات هاضمة. لنستعرض أعزائي الطلبة ما المقصود بالإنزيمات. إذن المواد اللي يكون ما فارزة من الجسم أما إنزيمات أو تكون هرمونات. لنتعرف أعزائي الطلبة ما هي الإنزيمات. الإنزيمات هي مواد عضوية بروتينية معقدة يكونها الجسم في غدد خاصة، وظيفتها المساعدة في إنجاز وظائف الجسم المختلفة مثل الهضم وإفراز اللعاب. أما الهرمونات هي مواد عضوية معقدة التركيب يكونها الجسم في غدد خاصة، وظيفتها تنظيم عمل الجسم ويكون إفرازها داخلياً، أي إلى الدم مباشرة مثل الثيروكسين الذي يفرز من الغدة الدرقية، والأدرينالين الذي يفرز من الغدتين الكظريتين. أما الهرمونات الجنسية من المبايض والخصيتين والهرمونات المسيطرة على نمو العظام من الغدة النخامية. أيضا أعزائي الطلبة، هناك مقارنة ما بين الهرمونات والإنزيمات اللي تتضمن التعريف والمواد المفرزة اللي تطرقنا إليها. لنأتي أعزائي الطلبة لنرى ما هو المكان الذي تفرز منها هذه الإنزيمات والهرمونات. المكان هذا يسمى الغدة. لنرى ما هو تعريف الغدة. الغدة هي تراكيب خلوية مختلفة الأشكال، وظيفتها إفراز الهرمونات والإنزيمات، والتي تسهم في انتظام عمل الجسم ونموه وبقائه. وتصنف هذه الغدد إلى غدد ذات إفراز خارجي، وغدد مختلط، وإفراز داخلي حسب شنو طريقة الإفراز. إفراز الخارجي هي غدد تقوم بإفراز المواد خارج الدم أو اللمف مثل الغدة اللعابية والإنزيمات الهاضمة في المعدة والأمعاء والعرقية والدهنية عند قواعد الشعرة. أما المختلطة هي ذات إفراز داخلي وخارجي، مثال عليها المبيضان والخصيتان والبنكرياس. أما الإفراز الداخلي اللي تشمل الغدد الصم يكون إفرازها للدم بدون الحاجة إلى أقنية، إذا ما تحتاج إلى قنوات، وتسمى بالغدد الصم مثل الغدة الدرقية والغدة النخامية والغدتان الكظريتان. أيضا أعزائي الطلبة، هسه لو نأخذ مقارنة ما بين هذه الغدد ذات الإفراز الداخلي والإفراز الخارجي اللي هي يكون بدون الحاجة لأقنية، وهنا تقوم بإفرازها إلى الدم، وهذه أنواع، هذا مثال عليها الغدة الدرقية ومثال الغدة اللعابية والإنزيمات الهاضمة الموجودة في المعدة. أيضا أعزائي الطلبة، نأخذ الهرمونات اللي تكون ذات الإفراز المختلط، عفوا الأكون ذات الإفراز المختلط اللي هي تتضمن المبيضان والخصيتان والبنكرياس. المبيضان الإفراز الخارجي مالتها شنو راح يكون؟ عفوا الداخلي، اللي هي هرمونات إظهار الصفات الجنسية الأنثوية الثانوية مثل قلة الشعر ونعومة الصوت. الإخراج الخارجي راح يكون إنتاج البيوض. الخصيتان إفراز هرمونات مسؤولة عن إظهار الصفات الذكرية مثل كثافة الشعر وخشونة الصوت. الخارجي يكون يتضمن بتكوين النطف وإفرازها. البنكرياس إفراز هرموني متمثل بالأنسولين الذي يفرز من كتل خلوية تسمى بجزيرات لانجرهانز، نسبة إلى عالم مكتشفها هو العالم بول لانجرهانز. والإفراز الخارجي يتضمن بإفراز الإنزيمات الهاضمة.
ايضا اعزائي الطلبه لو ناخذ احنا قلنا اي خلل بهاي الغدد راح يؤدي الى حدوث في يعني حدوث في جسم الانثى وجسم الذكر. مثلا اذا كان خلل يحدث في بعض الرجال من نعومة أصواتهم، شنو سببه؟ إفراز خلل في الإفراز الداخلي من الخصيتين للهرمونات المسؤولة عن إظهار الصفات الذكرية الأنثوية. أما ظهور كثيف في وجه الشعر في بعض النساء بسبب خلل في الإفراز الداخلي من المبايض للهرمونات المسؤولة عن ظهور الصفات الأنثوية مثل قلة الشعر يؤدي إلى ظهور صفات ذكرية. ايضا لنستعرض بعض الغدد الاخرى اللي تتضمن ذات الافراز الداخلي اللي هي الغده النخاميه والغده الدرقيه والغدتان الكظريتان. هاي الغدد النخاميه الموقع نجي غدد ذات افراز داخلي تقع اسفل الدماغ لا يتجاوز قطرها 1 سنتيم، تشبهها بحبايه العدس، محاطه بغشاء له فتحه يمتد منها ساق الغده مؤلفه من فص امامي اصفر ومفص خلفي ابيض. اذا راح تكون هاي بالنسبه للغده النخاميه. راح نيجي نشوف الافرازات اللي تكون في الغده النخاميه، شنو نوع الافرازات؟ قلنا بها فصين، راح ناخذ كل فص له افرازاته. الفص الاصفر الامامي يفرز هرمون محفز للنمو المسؤول عن نمو وتناسق الجسم، وقلته يؤدي الى ان يصبح الانسان قزم، وكثرته تؤدي الى تضخم الجسم، وذلك من خلال فترة حدوث يحدث هذا خلال فترة نموه وبعد البلوغ يؤدي إلى نمو غير طبيعي في جسم في حجم العظام. أيضا الهرمون الآخر هو هرمون منظم لعمل الغدة الدرقية، هذا اللي شنو من الفصل الأصفر الأمامي. أما الفصل الخلفي اللي هو الأبيض يفرز الهرمونات المعجلة لتقلص الرحم عند الولادة، وهرمون منظم لضغط الدم في الجسم ومنظم لإعادة امتصاص الماء من النبيبات البولية في الكلية. إذن سبحان الله هذا التناسق ما بين أعضاء الجسم من خلال عمل الهرمونات. أيضا الغدة الأخرى هي الغدة الدرقية الثايرويدية نسميها، اللي هي غدة ذات إفراز داخلي تقع هذه الغدة أسفل الحنجرة مباشرة، مكونة من فصين، فص أيسر وفص أيمن، بينهما رابط يسمى البرزخ ما بين الفصين البرزخ، وهناك فص علوي ثالث يسمى الفص الهرمي تنحصر وظيفتها في إفراز هرمون الثايروكسين. شنو وظيفته؟ المهم للجسم في تنظيم الفعاليات الجسم المختلفة. إذن وهاي مقارنة ما بين النخامية وما بين الدرقية من حيث الموقع ومن حيث الوظيفة. أيضا أعزائي الطلبة لو نستعرض بعض الغدد الأخرى أو بعض المواد اللي راح تنفرز بالجسم اللي تسبب أنه نشاط أو خمول في العمل. عندنا إفراز هرمون الثايروكسين، عندنا المقارنة اللي ما بين الغدة النخامية والدرقية كما لاحظناها بالجدول السابق، وأيضا راح نلاحظ أنه نعرف عن البرزخ اللي هو عبارة عن جزء رابط بين الفص الأيمن والأيسر للغدة الدرقية، ونلاحظ عمل هرمون الثايروكسين اللي له أهمية في تنظيم عمل وظائف الجسم المختلفة. زين احنا نلاحظ هناك أعزائي الطلبة هناك نلاحظ في بعض الأحيان أكو يصير اضطرابات في عمل الغدد، اللي راح نلاحظها وين هذا الاضطراب؟ راح نلاحظ هذا الاضطراب أعزائي مثلا في عمل الغدة الدرقية. شنو الأسباب؟ نجي نكبر الشاشة ونشوف شنو هذا السبب. تعاني الغدة الدرقية اضطرابا في عملها، هذا العمل عفوا نكبر الشاشة حتى نشوف العمل في اضطرابة الغدد الدرقية. أسباب نقص الغدة الدرقية أو نقص هرمون الثايروكسين عفوا، نقص يؤدي إلى ضمور الغدة، هذا النقص يؤدي أرجعه إلى سببين، شنو سببه؟ ضمور الغدة الدرقية وقلة الفعالية الغدة الدرقية. إذا ضمور
وقلة الفعالية للغدة الدرقية بسبب نقص اليود في الجسم، مما يدفع بالغدة الدرقية إلى التضخم للتعويض عن هذا النقص. وماذا يحدث إذا غاب اليود عن الجسم؟ وقلة وجود الأملاح يؤدي إلى قلة فعالية الغدة الدرقية، مما يدفع بالغدة الدرقية إلى التضخم للتعويض عن هذا النقص. أيضا في بعض الأحيان تسبب الزيادة أيضا في عمل وظيفة الغدة. إذا قلنا نقص اليود يؤدي إلى خلل في عملية الغدة، بالإضافة إلى هناك أعراض لهذا النقص. شنو هذا الأعراض أعزائي الطلبة في عمل الغدد؟ قلة في التمثيل الغذائي، قلة في عدد ضربات القلب، وانخفاض في درجة الحرارة. إذن قلة في التمثيل الغذائي، قلة في عدد ضربات وانخفاض في درجة الحرارة. أسباب زيادة الثايروكسين، أخذنا النقص، هسه الزيادة. زيادة في حجم الغدة الدرقية وزيادة الفعالية، هذا يرجع إلى سببين المسبب للزيادة. أعراض الزيادة راح تكون شنو؟ زيادة في معدل التمثيل الغذائي، وزيادة في عدد ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وضمور العضلات الإرادية الهيكلية. هذا بالنسبة أعزائي الطلبة. أخذنا الغدة الأخرى، هي الغدة الأدرينالين، هذا اللي يؤدي إلى حدوث إذن غدة الأدرينالينية أو الدرقية. أخذناها الغدة الدرقية أعزائي الطلبة. نرجع إلى الغدة النخامية، هاي الغدة من الغدد. هسه إحنا النخامية إحنا أعزائي الطلبة أخذناها، ونجي على الغدد الكظرية وناخذ الأعراض مالتها. الغدد الكظرية غدتان هرميتان الشكل ذات إفراز داخلي تقعان فوق الكلية، تكون من طبقتين، خارجية صفراء تدعى القشرة، ورمادية تكون لب الغدة، ولكل من القشرة واللب وظائف مختلفة. نجي رح ناخذ وظائف القشرة: إفراز الهرمونات المعدنية تسيطر على التوازن الملحي، إفراز الهرمونات السكرية تسيطر على التمثيل الكربوهيدرات، وإفراز الهرمونات الجنسية تسيطر على ظهور الصفات الجنسية في الإنسان. أيضا رح ناخذ الطبقة الأخرى، أيضا شنو رح تسبب أو ماذا يسبب توقف إفراز الغدة؟ يسيطر عملية إفراز الغدة يسبب ما أثر توقف استئصال قشرة الغدة الدرقية، يسبب انخفاض الدم والضعف العقلي وتلون الجلد باللون البرونزي، يسمى مرض أديسون. ما وظيفة لب الغدة؟ احنا قلنا قشرة، قلنا لب القشرة إفراز هرمون يؤثر على زيادة فعالية ونشاط القلب، وزيادة عدد الضربات في الحالات المفاجئة، والمحافظة على ضغط الدم الطبيعي، والتمثيل الغذائي الاعتيادي. هاي بالنسبة حدوث وأي غدد وأي خلل، عندما حدث أي خلل في وظيفة لب الغدة فسيؤثر ذلك على ظهور الصفات الجنسية، لو توازن الجسم المائي، لو توازن التمثيل الكربوهيدرات، لو المحافظة على ضغط الدم، إذا هو المحافظة على ضغط الدم. لو نسترجع إلى المرض اللي سابقا استعرضناه، هو مرض أديسون، هو مرض سببه توقف أو استئصال قشرة الغدة الدرقية الكظرية، يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم والضعف العقلي وتلون الجلد باللون البرونزي. مع هذا المرض ننهي درسنا أعزائي الطلبة لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في درس قادم إن شاء الله، وعافاكم الله من كل شر. إلى اللقاء.